أهلا بكم من جديد. المركزي البحريني يوافق على هيكلة الخليج المتحد، حيث أعلن بنك الخليج المتحد عن موافقة مصرف البحرين المركزي على عملية إعادة ترتيب عملياته التي يعتزم القيام بها. وقد أوضح البنك في بيان أن تلك العملية سيتم بموجبها فصل أنشطته المصرفية عن محفظة استثماراته الأساسية، وستنعقد عمومية البنك يوم الاثنين الموافق 25 من سبتمبر الجاري لمناقشة إلغاء الإدراج من البورصة. وبحسب بيان البنك للسوق، فإن العمومية ستناقش أيضا الموافقة على تغيير الوضع القانوني لخليج المتحد لشركة مساهمة بحرينية مقفلة، كما ستناقش عمومية البنك وفقا للبيان العرض المقدم من شركة الخليج المتحد القابضة للاستحواذ على 100% من أسهم بنك الخليج المتحد. يذكر مشاهدينا أن الاستحواذ سيكون من خلال الحصول على رأس المال الكامل للبنك والمؤلف من 815 مليون سهم بعد خصم أسهم الخزينة، كما في 30 من يونيو 2017 بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار، وذلك للسهم الواحد مقابل الأسهم الجديدة الصادرة لشركة الخليج المتحد القابضة بنسبة سهمين من بنك الخليج المتحد مقابل سهم واحد من أسهم الخليج المتحد القابضة. ومن المتوقع أن توافق العمومية على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك الخليج المتحد إلى شركة الخليج المتحد. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.